مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى منجمع البيال لمتابعة إحياء الذكرى 9 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. دقيقة صمت عن أرواح شهداء ثورة الأرز. شكرا. الجرائم كلها حصلت في توقيت سياسي واضح متعلق بمسار المحكمة، والمحكمة ضد مين موجهة داخلكم؟ موجهة ضد إسرائيل؟ أمريكا مش موجهة ضد إسرائيل، أوروبا مش موجهة ضد إسرائيل، العرب مش موجهين ضد إسرائيل، أنتم مش موجهين ضد إسرائيل، كلكم موجهين ضد سوريا. معقول واحد محكمة موجهة ضده يعمل عمليات اغتيال ليسرع إجراءاتها ضده؟ المحكمة رح أعطيها وصف مثل ما أنا شفتها، ما أنت عم تقول لي أربع سنين، هاي كتيبة مقاتلة إسرائيلية، كتيبة مقاتلة كيف بال 2006؟ هذه كتيبة مقاتلة إسرائيلية، وكل واحد يجب أن يواجهها بالرصاص وبالقتال. بالنسبة إلينا هذه المحكمة هي غير دستورية وغير شرعية، وهي محكمة أمريكية وإسرائيلية ومسيسة وغير عادلة، وستبقى كذلك. إن هذه المحكمة الدولية في صيغتها الحاضرة هي طعن للوحدة الوطنية اللبنانية في الصميم. موقفنا من المحكمة الخاصة بلبنان
أنها مسار أمريكي إسرائيلي عدواني، وهي مخصصة لطمس الحقيقة وإسقاط العدالة. ولكن من سطر التاريخ والحاضر بمقاومته وجهاده وطرده لإسرائيل لن تعيقه المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية المسماة محكمة، وقد أصبحت وراءنا ولا عودة. إنه المسار هالمحكمة ما طمأن، بالعكس يعني أظهر وأثبت إنه في تسييس وفي استعمال لهالمحكمة للنيل من أطراف معينة. المحكمة الدولية لأنها تفتش على قرائن لإدانة حزب الله، ولكنها لا تفتش على قرائن قد تبرئ حزب الله. هذه المحكمة يرعاها الشيطان، ولا يمكن أن تصل إلى العدالة ولا إلى الحقيقة. المحكمة الدولية هي وسرميتي سوا بالنسبة إلي. لن يتمكن أحد من أن يستبيح لبنان ويحول المدعي العام للمحكمة الدولية إلى حاكم عسكري للبنان، يأمر هذا الوزير ويأمر ذاك المدير. هذا زمان لن يكون في لبنان. نحن كنا وما زلنا نرفض أي شكل من أشكال تمويلها أو التعاون معها. المحكمة لن تصل إلى نتيجة. فأنا بالنسبة لأن غير موجودة قانونية. لجنة التحقيق شغلتوها على سوريا. هلا المحكمة الدولية جاية على رأس حزب الله. المحكمة والتحقيق محصور بين طرفين. إذا مش سوريا حزب الله، وإذا مش حزب الله هو سوريا. هي محكمة لا ينتظر منها إحقاق حق ولا إقامة عدل، بل لن يفاجئنا أن تكون قوس عبور لوصايات دولية على لبنان وعلى أمنه واستقراره وسيادته. سيخرج حزب الله من مؤامرة المحكمة الدولية أقوى مما كان وأعز مما كان. أطالب كل مسؤول في لبنان وكل مواطن في لبنان بمقاطعة هؤلاء المحققين وعدم التعاون معهم. فلنستمع سويا لكلمة مسجلة للسيدة نازك رفيق الحريري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، اليوم يطوي الاستشهاد الكبير عامه التاسع، واليوم أيضا يشهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونحن معه ولادة فجر العدالة. إنها العدالة التي انتظرناها جميعا، العدالة التي نريدها لا لثأر أو انتقام، نريدها لتحمي لبنان من شماله إلى جنوبه أرضا وشعبا، ونريدها أن تداوي جرح كل من فقد عزيزا في مسيرة الدفاع عن الوطن وعن وحدته الوطنية وأمنه وسلمه واستقراره. وبمفهومها، ما هي إلا ترجمة للعدالة الإلهية والسماوية، وهذا ما نريده ولا شيء غيره. يا شهيد الوطن، مرت 9 سنوات وما زلت حيا في كل قلب أحبك وفي كل فكر شاركك الأحلام والرؤية والأهداف، وفي كل قلم وصوت ما زال ينادي بالحقيقة وبالمبادئ التي بذلت حياتك من أجلها.
وبقية أحلام كنافذة الأمل المطلة على المستقبل الجميل الذي يعود فيه لبنان البلد الرسالة نموذجا حيا لالتقاء الثقافات والحضارات وللعيش المشترك بين الأديان وبين الانتماءات المختلفة. إن النظر إلى لبنان الحاضر قد يوحي باليأس، وخصوصا مع تكرار مشاهد العنف واستباحة حياة الأبرياء على امتداد أرضنا، ولكن دعونا نتذكر ما كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري ليقول في مثل هذا الوقت. كان ليقف أمامنا بابتسامته المعهودة ليبث فينا تفاؤله وأمله بالغد وثقته بلبنان وبقدرته على تجاوز التحديات مهما بدت صعبة، ويدعونا لنرى نصف الكأس الملآن. فكيف نجحنا في إقامة السلام بعد حرب دامت 3 عقود بالإرادة والعزيمة؟ وكيف حققنا إنجاز إعادة البناء والتنمية الشاملة في كافة المجالات؟ فإن أردنا العودة بوطننا إلى درب النهوض الذي بدأه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، علينا أن نلتقي جميعا حول دولة موحدة، دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية، وعلينا أن نضع جانبا كل التجاذبات والاصطفافات السياسية، وأن نلتزم بقواعد بناء وتدعيم الدولة الديمقراطية بمفهومها الواسع وبما تحمله من وعد بإطلاق طاقات الإنسان وقدراته في جو يوفر له الفرصة والحرية. أيها الأحبة، هذا هو فكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وها هي رؤيته وقناعته ونهجه. فدعونا نختار هذا النهج ونكمل معا مسيرة قيام دولة القانون والديمقراطية والوفاق الوطني والسلم الأهلي، ونكمل رحلة بناء وطن آمن وزاهر للجميع. وفي هذا اليوم وكما في كل حين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لبنان وأهله، وأن يعيد الأمن والطمأنينة والأمل إلى ربوعه. أيها الأحبة، اسمحوا لي في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، والتي تتزامن مع وفاة أخي الحبيب والعزيز على قلبي زياد، أن أواسي وأعزي نفسي وأعرب عن الحزن والأسى لفراقه. كم هو صعب غيابك يا أخي زياد، وكم هو عميق الجرح الذي تركه في نفسي وقلبي، لا يداويه سوى الاعتصام بالصبر والصلاة. هذه هي مشيئة الله، ودعائي إلى الله عز وجل أن يجعل مثواه الجنة مع الأبرار والصالحين. والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لك بالجنة ولنا بالسكينة والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والدعاء دائما بالرحمة لرفيق عمري الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الأبرار. وإلى لقاء قريب بإذن الله. محاولة اغتيال الوزير مروان حمادي تبدو محاولة خطيرة للنيل من مسيرة الأمن والاستقرار التي ينعم بها لبنان. Yeah.
وحدة وطنية، حقيقة حرية، وحدة وطنية، حقيقة عن شعب. المحكمة الدولية لأجل لبنان انطلقت، ومسار العدالة لن يتوقف. السيدات والسادة، في الذكرى 9 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري يسرني أن أعلن ما يلي. قرر نواب قوى 14 من آذار توقيع عريضة ترفع إلى أمين عام الأمم المتحدة تطالب بتوسيع صلاحيات المحكمة الدولية الخاصة في لبنان. تطالب بتوسيع صلاحيات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وبضم ملفات كافة شهداء قوى 14 من آذار الذين سقطوا بعد 12/12/2005، وهو تاريخ استشهاد الشهيد جبران الطويني، وهم الشهداء الذين كان آخرهم الوزير محمد شطح، ووضعها في عهدة المحكمة الدولية تحقيقا للعدالة. حين تجلس معه تشعر بعمق المعرفة وصدق الالتزام وساعة الرؤية، يأخذك معه عبر الموقف والكلمة إلى لبنان. لبنان الزمن الجميل. كلمة معالي الدكتور شار رزق. ليس 14 من شباط ذكرى استشهاد لبناني كبير ورفاقه وحسب، بل هو ذكرى محاولة القضاء على رؤية حملها وشرع في وضعها موضع التنفيذ.
فبعد إعادة بناء العاصمة وإصلاح وتطوير البنى التحتية التي دمرتها الحرب، عمل على بناء الدولة بمؤسساتها سعياً إلى تأمين الاستقلال، ذلك لأنه أدرك أن سبب انهيار الدولة اللبنانية ليس الحرب التي اندلعت في العام 1975، بل على العكس، إن غياب الدولة هو الذي كان سبب الحرب، لأن عجزنا عن التوحد وإمعاننا في التجرزم الطائفي واستعانة كل فريق بمرجع خارجي يستقوي به هو الذي أفقدنا السيادة وأوقعنا تحت الوصاية. وبعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري استمر أعداؤه يحاولون بإصرار القضاء على الرؤية التي حملها، من هنا سعيهم الدؤوب للحؤول دون قيام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لأنهم وعوا أن مهمتها لا تقتصر على محاكمة الفاعلين، بل تتعداها على إعادة ثقافة العدل الغائبة عن لبنان منذ زمن طويل. صحيح أن قرار المحكمة الدولية الناظرة في اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه سيكون غيابياً لعدم تسليم المراجع الأمنية والقضائية اللبنانية المتهمين، لكن لجوء هؤلاء إلى الفرار لن يغير في الأمر كثيراً، إذ ما يطلبه الناس يفوق الاختصاص من الأفراد والانتقام منهم. ما يطلبه الناس هو كشف الحقيقة، والحقيقة تحرر من الخوف وبالتالي من الظلم ومن الاستبداد. لم تكن المحكمة أبداً لتهميش القضاء اللبناني ومنعه من القيام بدوره، فهو مهمش أصلاً بدليل عدم قدرته على النظر في الجرائم الكبيرة التي سبقت استشهاد الحريري وأتت بعده، بل قامت المحكمة لتمهيد الطريق أمام القضاء اللبناني ليقوم بدوره مجدداً ولمواكبة نهضته وإعادة تأهيله ليكون اللبنة الأولى في بنيان الدولة التي أرادها الرئيس الحريري. فإذا كان القضاء كمؤسسة يعاني من الوهن، إلا أنه لا يخلو من الكفاءات الكبيرة بين قضاته، بدليل أنه جرى تطعيم المحكمة الدولية بعدد منهم اعترافاً بذلك. لكن ماذا يستطيع القاضي أن يفعل إن لم تؤمن الدولة للمؤسسة القضائية ككل العناية والحماية؟ فجاء افتتاح أعمال المحكمة الدولية بالأمس ليذكر جميع اللبنانيين شعباً وحكاماً وقضاة بالهيبة والوقار اللذين يجب أن تحاط بهما المحاكم، والتي لابد لها من أن تعود إلينا يوماً بعودة لبنان رفيق الحريري. وكأن قدره أن تكون المؤسسة القضائية التي قامت بسبب استشهاده أول رد على الذين حاولوا وقف مسيرته بعد استشهاده، والبرهان الساطع على أن هذه المسيرة لن تتوقف. يذكرنا الرئيس الحريري باستشهاده بأن لا خيار لنا سوى بناء الدولة التي نظر حياته لها،
وهو خيار لا يحتمل التأجيل. إذا أردنا أن نحمي لبنان من الاضطرابات الحاصلة حوله ومن الأنواء العاصفة المحدقة به، لم يبلغ العنف يوما الدرجة التي بلغها في الشرق الأوسط، من سوريا إلى العراق إلى مصر، ناهيك عن المأساة التي تعيشها فلسطين منذ العقود، وهو يجتاز حدودنا ويتسلل إلى أحيائنا، ولا دولة تردعه وتحمي الأرض وتثبت المواطنين فيها وتمنعهم من الالتحاق بهذا الطرف الإقليمي أو ذاك ومن الانضمام إلى مقاتليها، فهي غائبة وتكتفي بأن تتلقى من بعيد أخبار المؤتمرات والمفاوضات التي تعقد هنا وهناك، وتنتظر مكتوفة الأيدي القرارات التي سوف تحدد مصيرها دون استشارتها. وكيف يكون غير ذلك والعالم يشهد الخفة التي يتعامل بها مجتمعنا السياسي مع الشأن العام، فيماطل شهوراً منتظراً الإشارات الخارجية المألوفة لتأليف حكومة تناتش المستوزرون حقائبها التي وصفوها بالسيادية، غافلين عن كون لبنان فقد سيادته الوطنية منذ عشرات السنين، وعينهم على المناقصات الجاهزة وما أدراك ما يترتب عنها في الخفاء بعد التوقيع. كيف يكون غير ذلك والوزراء يتبادلون على التلفزيونات الاتهامات بالاختلاس والتعدي على الأملاك العامة، واللبنانيون المذهولون المقهورون يكتفون بالتفرج؟ بعد ست سنوات من اليوم يحتفل لبنان بمرور 100 عام على إعلان لبنان الكبير، يوم جمعت طوائفنا في بوتقة واحدة على أمل أن تنصهر فيها وتبني دولة. كان ذلك عام 1920. مر قرن على هذا الإعلان وطوائفنا ما تزال هي، لبل اشتد تمسكنا بها وتعصبنا لها، أما الدولة فلا تزال أملاً. حمل رفيق الحريري هذا الأمل وشرع في تحقيقه، وهو باستشهاده يدعونا إلى إكمال الطريق، فهل نسمع الدعاء؟ والسلام عليكم.
بدأ رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري يومه في قصر كوريتم، وأمضى الجزء الأخير من صبيحة يوم الاثنين 14 شباط فبراير 2005 مشاركا في جلسة لمجلس النواب في بيروت. فوصوله في حوالي الساعة 10:54 صباحا، وقد التقط المصورون لحظة وصوله حيث ظهر مع صديقه وزميله باسل فليحان. ونرى أيضا من اليسار إلى اليمين جهاز الرئيس الحريري الأمني الذي ضم محمد ضياء وطلال ناصر الذي يضع نظارات شمسية ويحيى العرب. فقدته كتير، وهي الأيام هلأ أيام المضعف، وهو بحبها كتير. أول يوم اللي بيطلع فيه المضعف دغري بجبله وبنزله يون على الضريح، بتذكر انه بحب الصيد، بحب التابلويات، كل شغله موجوده بالبيت بحبها، بوقف قدامها وبشوفها. كل الايام اللي كنت معه فيها ذكرى حلوه. على طول على طول نحن بسيرته، على طول اولادي كثير كثير، يعني كل يوم في نقرا له الفاتحه، وكل واحد حاطط صورته حتى تخته، واذا بيقولونهم بالمدرسه يكتبوا عن شخصية بتأثر فيكم أو عن حدا أو حدث مرق بحياتكم، كل الحديث عن جدهم أو عن شو اللي صار أو عن رئيس الحريري، كل شيء بخص جدهم. مشتقت له لوجوده فقدي. طلال كان شخص كتير حنون، كتير مسؤول، كتير كريم، كان يهتم كتير كتير بالولاد وبأداء التفاصيل، يجرب الوقت البسيط الفراغ عنده يكون معهم. كنت بلهاي وكنت عم شوف قدام عيوني يعني المنظر الانفجار. رجعنا استعدنا الذكرى من أول وجديد بتفاصيلها، حتى بتفاصيل يمكن نحن ما كنا بنعرفها قبل. كرمال هيك هيدي السنة صعبة، يعني صعبة علينا، مش قصة انه مرقوا 9 سنين وهلأ انه بلشت المحكمة. عطيتنا قوة وعطيتنا اصرار لبعدين لنكفي للآخر، وان شاء الله بناخد حقنا بالنهاية. دخلوا إلى المبنى وأمضى سيد الحريري بعض الوقت في قاعة مجلس النواب مجتمعا مع زملائه ومتحدثا إليهم بمن فيهم باسم السبع. وخلال تواجده هناك ومن بين الذين تحدث إليهم، تحدث سيد الحريري مع مروان حمادي وبهية الحريري. وقبل مغادرة المنطقة نعرف أن السيد الحريري قرر فجأة تغيير مساره وعبر الطريق وصولا إلى مقهى بلاس دي لتوال. هي أيضا بعض الصور الأخيرة التي يظهر فيها السادة فليحان وناصر، ونرى السيد درويش وهو الثالث من اليسار. محمد كان خيي ورفيقي وكان كل شيء بالنسبة لي، يعني كان هو سندي إذا بدك، كان حدا كتير حنون، كان بيهمه الفرحة بالبيت دايما، كان يضلوا يضحك ويمزح ويلعب، كان بس يكون بالبيت تلاقي البيت عايش، يعني البيت فيه حركة فيه حيوية. كان بيخاف كتير على أهله، كان يخرب الدنيا بس لكرمال ماما ما يصير لها شيء أو بابا ما يصير له شيء. كان يهتم بأدق التفاصيل. بس توفى محمد فقدنا هيدا الشيء، يعني فقدنا الحس المرح بالبيت، الضحكة اللي كان يعملها، الجو اللي كان يعمله بالبيت. والسيد غلاييني في الصورة التالية إلى اليمين. هيدا الحنون اللي كان يحس فينا أكثر ما حس بحاله، اللي كانوا الله شو بده الواحد يحكي، خلص له حقه يا رب، يخلص لك حقك يا ولدي انت والشباب. ما حرام ولاده ما يقولوا يا بابا، ما حرام بنت 3 سنين وابن سنة يتركن وما يقولوا يا بابا، مين بيقبلها؟ ما حرام. الحمد لله، الله يجعلنا من المؤمنين من الصابرين بجاه رب العرش العظيم. أنا ما بدعي على حدا، على الغريب ما بدعي، بس المظلوم الله بياخد له حقه. إذا ما أخذنا حقه بالدنيا بالآخرة، اللي عملتها العمدي عم تتفرج علي، تاركتك لضميري.
وقرر السيد الحريري أن يقود سيارته بنفسه مصطحبا معه باسل فليحان. دكتور فليحان ما كان بالنسبة لإلي النايب والوزير، كان أستاذ اللي علمنا بالجامعة وبالمكتب، كان مديري والمنتر اللي تعلمت منه الكتير، كان يعرف كيف يحفز كل واحد فينا ويخلينا نعطي أحسن ما عنا، كان كتير متواضع يعامل الكل باحترام ويقدر الكفاءات. مقاربته للأمور وطريقة تعاطيه مع فريق العمل كانت طريقة دايماً سلسة ودايماً إيجابية. كان كشخص كان كتير عادل، يعني إن كان كمدير أو كأستاذ كان شخص عادل، وكان يعطي كل إنسان حقه، وكان يؤمن بمبدأ المسؤولية ومبدأ المساءلة. مشان هيك أنا بشوف أنه إذا حققنا العدالة نحنا منكون عم نحافظ على القيم وعلى المبادئ اللي هو آمن فيها واللي هو طبقها بحياته. بتذكره دايماً متفائل، وبتذكره دايماً عنده أمل، وكنا معه بورشة عمل دايمة، وكان هو مقتنع أنه مستقبل لبنان رح يكون مستقبل مزدهر، وكان مقتنع أنه لبنان حيلعب دور اقتصادي أساسي بالمنطقة. مشان هيك وفاءا لإله بالرغم من كل شيء عم بيصير، ما لازم نفقد الأمل بمستقبل أفضل للبنان. الصور التي يظهر فيها السيد الحريري في اللحظات الأخيرة قبل صعوده إلى سيارته هي آخر صور التقطت له في حياته. وبينما يشير مودعا بيده في هذه الصورة، تظهر أيضا سيارة الإسعاف نراها في الدائرة الحمراء، وهي السيارة الأخيرة في موكبه نراها في خلفية الصورة إلى اليمين. في مازن كان كتير يحب الرياضة، أكثر شيء بالرياضة يحب السباحة والبحر بالأحرى بشكل عام. كان يحب يلعب ونسر، كان بس يخلص شغله بس يلاقي الطقس في شوية هواء، إذا كان صيف ولا شتاء دغري يحط الأغراض على السيارة وينزل على البحر. بلشت المحكمة، وعم بلش المحكمة تفرج التحقيق لوين وصل لتخلص المحكمة بشكل عام. بالنهاية واللي اشتركوا بالعملية اللي هن اللي أمر واللي خطط واللي نفذ يتحاكموا ويتحاسبوا على اللي عملوه، بعتبر ساعتها بيوصل حقه. قبل هيك ما هعتبر أنه وصل حقه. كان بحب البحر كتير، أجمل مشوار عنده نزة البحر، ننزل أنا وياه على البحر من الصبح لعشية. كان بحب الأولاد، بحب أولاده، بيضل مبسوط، كل شيء ولا همه، كان كل شيء ولا أولاده، ما حدا بيقرب صوبهم. فجأة فقدته لما كان يشتغل بالقصر الله يرحمه. أنا خاف بالليل يطول أيام، بيضل شيء لساعات انتين إذا الرئيس عنده عشاء أو شيء. ضلني ناطرة بس اسمع صوت الموتوسيكل، أمن إنه إجا، يطلع يقول لي عملت حالك نايمة؟ قومي، بقى أنا بعرف إنك فايقة. قل له يا عمي الله يرضى عليك، الساعة تنتين روح اشلح تيابك ونام. قل له ما قومي بتخبلك شو صار معي بالنهار، عبكرة بتخبلني. قل له لا ما رح نام إلا ما قل لك شو صار. حرام الله يرحمه، وكتير يحب يمزح وكتير يحب يحكي، كل شيء عنه حلو. الله يرحمه الله يرحمه. نهاري حرمى بالميت يتوفى بيوم، بس ظهر من البيت قال له أبوه بابا شوف لي السيارة إذا حطيتها بالترمبة. قال له يا بابا يمكن أنا التنين والتلاتة ما تشوفوني. قال له ليه عم تقول هيك؟ قال له لأنه مشغول. وصار اللي صار. الله يرحمه. شو بدي أقول؟ الله يسهل الحق يا ابن الحلال، وسبحانه وتعالى بأمره عم ندعي لله تعالى بس يبين الحقيقة وينتقم من اللي كان السبب. شاحنة صفراء اللون تمر ويليها بعد لحظات الموكب، وفي اللحظة التالية تحجب الصورة عن الكاميرا بفعل قوة الانفجار. الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه
ليسوا فقط ضحايا تفجير الرابع عشر من شباط، وإنما يد الإرهاب امتدت لتقضي على حياة 12 مدنياً آخرين كانوا أبرياء. 4 شهداء كانوا موظفين في فندق سان جورج استشهدوا أثناء وجودهم في مكاتبهم، هم زاهي أبو رجيلي، جوزيف عون، عبد بوفرح، روات حيدر، ألاء عصفور، والتي استشهدت أثناء مرورها في مكان الانفجار بينما كانت ذاهبة لتقديم طلب توظيف، وبرفقتها خالتها يمامة الضامن التي استشهدت أيضا، هيثم عثمان قدر له أن يمر على دراجته النارية لحظة وقوع الانفجار فاستشهد أثناء دوام عمله، ريما بزي وهي طبيبة أطفال صدف وجودها في مكان الانفجار، بالإضافة إلى 3 آخرين استشهدوا، هم محمد المحمد، محمود خلف، وصبح الخضر. عجد اشتقنا لك دولة الرئيس، رئيس سعد الحريري يتحدث إليك. أيها الأخوة والأخوات، الرفاق والأصدقاء في تيار المستقبل و14 أذار، والشركاء المسيرة المستمرة بإذن الله، أيها الأحبة في كل مكان من لبنان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما دخلت قبل شهر إلى قاعة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، شعرت للمرة الأولى منذ 9 سنوات أن دوي العدالة في لاهاي كان أقوى من دوي الانفجار في 14 شباط 2005، وأن ابتسامة رفيق الحريري كانت أمضى من سلاح المجرمين والمتهمين الذين قرروا أن يدفنوا أنفسهم في أقبية الهروب. في لاهاي عطلت ثورة الأرز مفعول 3 أطنان من المواد المتفجرة، زرعت في قلب بيروت لاقتلاع أمل اللبنانيين بالحرية والسيادة والاستقلال، ووقعت دماء وسام عيد ووسام الحسن وكل الشهداء مطالعة الانتصار على القتلة والمخططين والمحرضين والمتواطئين والمنفذين وعلى كل من يشارك في إخفاء
المتهمين. في لاهاي انتصرت انتفاضة الاستقلال، وانتصرت إرادتكم أنتم، أنتم الذين زحفتم إلى بيروت مطالبين بتحقيق العدالة، حاملين العلم اللبناني وحده لإنهاء نظام الهيمنة والوصاية على إرادة الاغتيال السياسي في لبنان والوطن العربي. في لاهاي أدركت وأدرك العالم لماذا طالب اللبنانيون واللبنانيات بهذه المحكمة. متهمون خمسة باختيار رفيق الحريري في حماية معلنة من حزب مسلح، ولا يمكن للدولة اللبنانية أن تسأل عنهم مجرد سؤال. متهم بمحاولة اغتيال بطرس حرب في حماية حزب مسلح، ولا يمكن للدولة اللبنانية أن تصل إليه لتسجيل شهادته، مجرد شهادته. ومتهمون بتفجيري طرابلس معروفون بالأسماء ومكان الإقامة، لا يمكن للدولة اللبنانية أن تصل إليهم مجرد وصول. وبعد كل ذلك يسألون لماذا طالب اللبنانيون بالمحكمة الدولية. أعادتنا لاهاي إلى تفاصيل الجرح العميق، إلى الوجع في لحظاته الأولى. نعم، لقد حركت لاهاي فينا أوجاع كل الاغتيالات، من رياض الصلح إلى محمد شطح، لكنها لم تحرك فينا وبحمد الله أي شعور، لكنها لم تحرك فينا وبحمد الله أي شعور أو رغبة بالثأر والانتقام. لو أراد رفيق الحريري أو محمد شطح أو بيير جميل أو وليد عيدو أو رونيه معوض أو المفتي حسن خالد أو أي من عشرات الشهداء أن يعلقوا على المحكمة التي أنشئت من أجل لبنان، هل كان يمكن أن يقولوا غير ذلك؟ هل يمكن أن نتصور أنهم سيطلبون الثأر أو يدعون إلى الرد على الاغتيالات السياسية باغتيالات سياسية مضادة، وإلى حمل السلاح في وجه حملة السلاح والخارجين على الإجماع الوطني؟ وأنتم رفاق وأحبة وجمهور رفيق الحريري، هل تقبلون أن تكونوا على غير الصورة؟ وأنتم رفاق وأحبة وجمهور رفيق الحريري، هل تقبلون أن تكونوا على غير الصورة التي أرادها الرئيس الشهيد لوطنه؟ أعلم أيها الإخوة والأخوات أن فينا من يعتقد أن هذه اللغة لا تلاقي العواطف المشحونة بمشاعر الظلم والقهر،
وأن هناك من يؤمن بأن الحديد لا يفله في النهاية إلا الحديد، وأن الطرف الآخر المتهم بجريمة اغتيال الرئيس الحريري وباقي الجرائم والمسؤول عن تصدع الحياة الوطنية واستدراج البلاد إلى الحروب الخارجية، هذا الطرف بات بنظر البعض منكم طرفاً لا تنفع معه لغة الحوار والجدل السياسي. ولكن أيها الإخوة والأخوات، في لبنان الذي أراده رفيق الحريري وكل الشهداء، والذي نريده نحن جميعاً لأولادنا، الدولة وحدها هي من تضرب الحديد بالحديد. وإذا كان هناك فريق مسؤول عن تصدع الحياة الوطنية فلا بد لنا أن نكون نحن المسؤولين عن الوحدة الوطنية. وإذا كان هذا الفريق مسؤولاً عن استدراج البلاد إلى حروب خارجية فمسؤوليتنا تحييد لبنان. وإذا خالفوا الإجماع الوطني فيكون علينا أن نزيد التزاماً بقواعد هذا الإجماع في اتفاق الطائف وإعلان بعبدة، وأضيف إليهما وثيقة بكركي الأخيرة التي نرى فيها خارطة طريق لجميع اللبنانيين. وأضيف إليهما وثيقة بكركي الأخيرة التي نرى فيها خارطة الطريق لجميع اللبنانيين، للمسلمين مثل المسيحيين، نحو قيام الدولة وحصرية السلطة في يد المؤسسات الشرعية. أقول هذا وأعرف مسبقاً ما قد أواجه من انتقادات، لكني أقول لكم أيضاً، تصوروا أن نخرق القانون ونحمل السلاح ونضعف الدولة ونخرج عن الإجماع الوطني ونفتي في العباد خدمة لمصالح ذاتية ونخون من لا يرى رأينا ونكفر من لا يتبع طائفتنا ومذهبنا ثم يحارب بعضنا بعضا. في الحقيقة هذا كله سهل، الدمار سهل، والقتل سهل، والخروج على الدولة سهل، فهل هذا هو لبنان الذي تريدونه؟ لبنان الموت والخراب والخروج على الدولة والقانون والدستور؟ أيها الإخوة والأصدقاء، أيها الرفاق والأحبة في تيار المستقبل،
سأكون صريحاً، سأكون صريحاً ومباشراً. تيار المستقبل إما أن يكون على صورة رفيق الحريري أو لا يكون. إما أن يكون في مستوى أحلامه ومسيرته وكفاحه وتاريخه القومي والوطني، وإما لن يكون. نحن من مدرسة تفتدي الوطن بالأرواح، ولسنا من مدرسة تفتدي الحزب أو الطائفة بالوطن. نحن من مدرسة تفتدي الوطن بالأرواح، ولسنا من مدرسة تفتدي الحزب أو الطائفة بالوطن. نحن من مدرسة دفع ويدفع قياديوها بحياتهم ثمن حق لبنان واللبنانيين بالحياة والحرية والكرامة، وثمن وضع مصلحة لبنان أولاً. لا من مدرسة يدفع قياديوها بلبنان واللبنانيين إلى الموت والخوف والمذلة خدمة لمصالح خارجية. اسمحوا لي، شباب وشابات تيار المستقبل وكل من يمت بصلة المحبة والوفاء، شباب وشابات تيار المستقبل وكل من يمت بصلة المحبة والوفاء والشراكة الوطنية إلى تيار المستقبل، يدركون هذا الفهم بعمق، وسنتصدى للتحريض وللدعوات المشبوهة لزج اللبنانيين والطائفة السنية خصوصا في حروب مجنونة لا وظيفة لها. وسنتصدى للتحريض وللدعوات المشبوهة لزج اللبنانيين والطائفة السنية خصوصا في حروب مجنونة لا وظيفة لها سوى استدراج لبنان إلى محرقة مذهبية. أما أولئك الذين يتوهمون بوجود بيئة حاضنة للإرهاب في لبنان ويحاولون أن يلقوا المسؤولية على تيار المستقبل وعلى المدن والبلدات المعروفة بغالبيتها السنية، فنؤكد لهم أن أوهامهم مردودة إليهم. فكما يرفض تيار المستقبل أن يكون على صورة حزب الله، فإننا نرفض أن نكون على صورة داعش أو النصرة أو أي دعوة وأي دعوة
فكما يرفض تيار المستقبل أن يكون على صورة حزب الله، فإننا نرفض أن نكون على صورة داعش أو النصرة وأي دعوة لإقحام التيار والسنة في لبنان بالحرب الدائرة بين حزب الله والقاعدة. هؤلاء جميعهم يمثلون مفاهيم مدمرة وأدوات لاستنزاف الدولة ومشاريع لحروب لا تنتهي بين المسلمين. ونحن مع الأكثرية الساحقة من أهل السنة في لبنان سنواجه هذه المشاريع وأي أمر يسيء لاستقرار البلاد وقواعد الإجماع الوطني. هذه ثوابتنا، وأي خروج على هذه الثوابت هو اغتيال ثان لرفيق الحريري. أيها الإخوة والأصدقاء، كلامنا واضح وضوح الشمس، وهو ليس معروضاً للتفسير أو التأويل أو التبرير. نحن نؤكد على ثوابت نلتزم بها، وقدمنا في سبيلها الشهداء رفيق الحريري وباسل فليحان ووليد عيدو ووسام عيد ووسام الحسن ومحمد شطح، لم يستشهدوا ليكون تيار المستقبل ومن خلفه السنة في لبنان حاضنة لأي تنظيم إرهابي. وهم لم يستشهدوا مع بيير جميل وسمير قصير وجبران تويني وجورج حاوي وانطوان غانم وهاشم السلمان وكل الشهداء الأحرار ليسلموا حزب الله حق الإمرأة في شؤون الوطنية ويغطوا مشاركته في الحرب السورية. لقد سبق وتحدثنا إلى حزب الله مباشرة وجلسنا معه إلى طاولة الحوار لجلسات طويلة، وتوجهنا إليه بمئات الدعوات لوقف مسلسل اهتراء الدولة بفعل انتشار السلاح. الحزب لا يريد أن يستمع لأحد، وهو يتعامل مع الدولة بصفتها ساحة لمشروع إقليمي خاص ويزج بلبنان في حروب لن تعود بغير الخراب. وبالرغم من ذلك قلنا إن المصلحة الوطنية لا يجوز أن تبقى أسيرة الأبواب الموصدة، وأعلنت من لاهاي وفي ذروة المتابعة للمحاكمة أن حماية لبنان والاستقرار الوطني أهم منا جميعاً، وأن أي كلام عن عزل الطائفة الشيعية هو كلام باطل هدفه اختزال الطائفة بالحزب والسلاح.
أردنا الحكومة خطوة على طريق الاستحقاق الرئاسي وتتويج عهد الرئيس ميشيل سليمان بمبادرة وطنية جامعة تضاف إلى الإنجاز المتمثل بالدعم الكبير الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للجيش اللبناني. وهنا اسمحوا لي بكلمة عن الاستحقاق الرئاسي، رح كون أوضح من الوضوح، بس بدي أشرب مي. أولاً، نحن نرفض الفراغ في رئاسة الجمهورية لأن دولة يرأسها الفراغ هي دولة برسم الانهيار، ونحن لا مشروع لنا سوى الدولة، ونرفض الفراغ في رئاسة الجمهورية لأننا من مدرسة تعتبر الرئيس المسيحي الماروني اللبناني رمزاً للعيش الواحد بين المسلمين والمسيحيين الذي نعلن تمسكنا به أساساً للبنان. نعم، نحن تيار المستقبل نرفض أن يكون منصب الرئيس المسيحي الوحيد في العالم العربي، لا بل الرئيس المسيحي الوحيد من سواحل الهند إلى شواطئ المغرب، نرفض أن يكون هذا المنصب مرشحاً للفراغ. ثانياً، إذا كانت وصاية آل الأسد على لبنان قد جعلت رئاسة الجمهورية مناسبة لتخطي إرادة المسيحيين في لبنان وإشعارهم بغبن التمثيل وإشعار المسلمين معهم بالوصاية التامة، فإننا في تيار المستقبل لن نقبل إلا برئيس يمثل الإرادة الوطنية للمسيحيين ويرفض كل وصاية إلا وصاية الدستور. أيها الإخوة والأخوات، لأن لا مشروع لنا سوى الدولة، أتوجه إلى الحكماء في الطائفة الشيعية وفي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، إلى أبناء ومقلدي الإمام موسى الصدر والشيخ محمد مهدي شمس الدين والسيد محمد حسين فضل الله، وإلى السادة العلماء، وإلى السادة العلماء الذين يجاهرون بقول الحق ويتقدمون نخبة من الشخصيات والمثقفين وأصحاب الرأي الشجعان، وأتوجه بشكل خاص إلى الرئيس نبيه بري. نعم، إلى دولة الرئيس نبيه بري بكل ما توجبه الأمانة والصدق في مرحلة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان. أتوجه إليه بصفته
ركنا من أركان الطائفة الشيعية في لبنان، وقياديا له باع طويل في خوض الأزمات وإنتاج المخارج وترميم الجسور بين اللبنانيين. هناك أمور كثيرة يمكن التحدث عنها، سأكتفي اليوم بطرح موضوع المشاركة في الحرب السورية والفائدة التي يجنيها لبنان وتجنيها الطائفة الشيعية خصوصا من هذه المشاركة. هذا الموضوع بات يشكل الخطر الأكبر على الاستقرار الوطني وعلى أسس الحياة المشتركة بين الطوائف الإسلامية خصوصا، سواء من خلال المشاركة المباشرة لآلاف المقاتلين من الجنوب والضاحية والبقاع وجبيل في المعارك إلى جانب نظام الأسد، أو من خلال الارتدادات الداخلية والسورية لتلك المعارك على سلامة العامة للبنانيين في كل المناطق. هناك آلاف المقاتلين من حزب الله في سوريا، وهناك العشرات ممن يلتحقون عبر الحدود بتنظيم القاعدة وغيره، وهناك موجة غير مسبوقة من الانتحاريين تتسلل إلى مناطق تواجد حزب الله، وهناك قرى في عكار والبقاع تتعرض بشكل شبه يومي للقصف من الداخل السوري، وهناك مواطنون لبنانيون أبرياء يدفعون من أرواحهم وأرزاقهم ثمن التورط في الحرب السورية. والأخطر من كل ذلك الأبعاد المذهبية المتنامية لانخراط اللبنانيين في هذه الحرب، والاستنزاف الكبير الذي يطال مؤسسة الجيش وسائر القوى الأمنية والعسكرية. إننا يا دولة الرئيس لا ننادي بتحييد المواقف السياسية عن الوضع في سوريا، إننا بمثل ما نعطي أنفسنا حق التأييد السياسي والإعلامي للمعارضة لا نحجب هذا الأمر عن مناصري بشار الأسد، ولكننا لن نتوقف عن السعي إلى طريقة عسكري السورية تجنيب اللبنانيين ما حصل في الضاحية والهرمل وعكار وطرابلس وعرسال هو نماذج عن التورط في هذا الحريق. ونحن نفترض أن معاناة الناس ومشاهد السيارات المفخخة والعمليات الانتحارية التي حصدت عشرات الأبرياء إضافة إلى مئات النعوش التي تعود بجثامين القتلى من ساحات المعارك وحالات الذعر والقلق في كل المناطق
والاصطفاف المذهبي الذي يتعاظم يوما بعد يوم، والخسائر الكبيرة التي حلت بالاقتصاد ولقمة العيش كافية لإعادة النظر في قرارات لم تجلب إلى لبنان سوى القتل والدمار. ويلي بيقول غير هيك بيكون عم يكذب على نفسه وعلى اللبنانيين. هيدا يلي بدنا اياه لاولادنا يا دولة الرئيس. بدنا امهات واباء عم يبكوا على اولادهم او يفرحوا لهم بشهادات جامعيه. بدنا اياهم يرفعوا ايديهم ليحملوا توابيت اولادهم او يرفعوا راسهم، لان اولادهم بعلمهم وشغلهم وابداعهم وانجازاتهم رافعين لنا راسنا جميعا ورافعين اسم لبنان بكل العالم. من هنا تبدأ يا دولة الرئيس، من هنا تبدأ يا دولة الرئيس خطة الدفاع عن لبنان وحماية اللبنانيين من خطر التنظيمات الإرهابية. يستحيل مكافحة الإرهاب من خلال تفرد حزب بإعلان الحرب. مواجهة الإرهاب تحتاج بكل بساطة إلى تكاتف وطني واسع يعيد الاعتبار لإعلان بعبدة، وتحتاج إلى جيش قادر على حماية الحدود وإحكام السيطرة على المنافذ والمعابر ذهاباً وإياباً. مواجهة الإرهاب تتطلب قراراً سريعاً من حزب الله بالخروج من سوريا والتخلي عن وهم الحرب الاستباقية والاعتراف بوجود دولة لبنانية هي المسؤولة عن سلامة الحدود والمواطنين. فهل هناك من يسمع ويتعظ ويتواضع ويبادر؟ لن نفقد الرهان على صوت العقل وعلى الموقف الوطني الشجاع الذي يخرق جدار العناد السياسي. وإذا كان الحوار الوطني يجدي في التوصل إلى ذلك ويساهم في وقف النزف، فنحن لن نتأخر عن المشاركة وتقديم بارقة أمل إلى اللبنانيين بأن بلدنا قادر على إنتاج الحلول ودرء الفتنة. اليوم بعد 9 سنين تبقى فكرة بسيطة أساسية إنه رفيق الحريري ومحمد شطح وكل شهيد كانوا بيستحقوا الحياة مش الموت. الولد الرايح على مدرسته
بحارة حراك بيستحق الحياة مش الموت. والمؤمن الظاهر من الجامع بطرابلس بيستحق الحياة مش الموت. والمواطن ظاهر من بيته بالهرمل أو صيدا ليأمن الأكل لعائلته بيستحق الحياة مش الموت. والمرأة يلي عم تدرس أطفالها بعرسال بيستحق هي ولادها الحياة مش الموت. نعم السؤال الحقيقي بعد 9 سنين على اختيار رفيق الحريري هو إذا كان برأينا لبنان بيستحق الحياة مش الموت. رفيق الحريري ولد بنص القرن العشرين وأمضى آخر 20 سنة من القرن العشرين عم يخطط ويشتغل وينجز لإدخال لبنان للقرن 21. واليوم بعد 9 سنين على اغتياله صاروا اللبنانيين كل اللبنانيين رهائن عن جماعات بدها ترجع لبنان للقرون الوسطى. نحن ومعنا كل اللبنانيين واللبنانيات جوابنا انه لبنان بيستحق الحياة. كل ام كل ام لبنانية تستحق يكون همها انه ابنها وبنتها ينجحوا بالمدرسة مش اذا بيرجعوا من المدرسة طيبين. كل بي لبناني بيستحق يكون همه أن أولاده يكبروا ويتخرجوا من الجامعة ويلاقوا شغل ويأسسوا عيلة مش أنه يتحولوا لعاطلين عن العمل ببلد ما في شغل أو مشاريع لتوابيت راجعة من سوريا أو مشاريع هجرة دائمة. وكل لبناني صغير وكبير بيستحق دورة حياة طبيعية. الابن بيدفن فيها بيه مش العكس. والحفيدة بتصلي فيها عستها مش العكس. من كم يوم ريت بمقابلة للدكتور أنطوان مسرة عن الترابط بين العدالة والاعتدال. بلغتنا الكلمتين جايين من العدل بهالمعنى. زمن العدالة هو زمن الاعتدال وأهل العدالة هن أهل الاعتدال ونحن نحن أهل الاعتدال. نحن أهل الاعتدال يلي وقفنا وواقفين بوجه كل طرف تطرف مهما كان. ومثل ما شفتوا بعد كل شيء انه انطلقت المحاكمة وانتصر منطق العدالة والحمد لله. ما عندي اي شك ولا للحظة انه حينتصر منطق الاعتدال منطق الدولة منطق الكرامة منطق الحياة.
نحن معكم بهالمنطق صامدين صامدين صامدين، ومعكم ومع كل اللبنانيين حننتصر بالعلم بالعمل بالدولة بالعدل بالعدالة وبالاعتدال. عشتم، عاشت العدالة، وعاش لبنان. إذن مشاهدينا، كنا بنقل مباشر من مجمع لبيال في بيروت، حيث يعني أقيم احتفال في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في الذكرى 9 لاستشهاده. وقد ألقى الرئيس سعد الحريري كلمة تناول فيها مجمل القضايا الوطنية الحاضرة. المزيد من التفاصيل طبعا في نشرة أخبار 8 إلى 8 دقائق. ابقوا معنا دائما عبر شاشة الـ MTV.